هذه أمي هذا أبي هذه عائلتي هذه أختي هذا أخي هذه عائلتي عمي عمتي خالي خالتي جدي جدتي عمي عمتي خالي خالتي جدي جدتي هذه أمي هذا أبي كم يحبني هذه أختي هذا أخي كم يحبني عمي عمتي خالي خالتي جدي جدتي عمي عمتي خالي خالتي جدي جدتي الحجم أنت حذرا تكون معك لك أعطي كل حبي أنت حبيبة قلبي اليوم هو اليوم اليوم السعيد ستأتي أختي اليوم اليوم هو اليوم اليوم السعيد ستأتي أختي سألعب معك صديقا أكون لك أحميك أدافع عنك أنت حبيبة قلبي اليوم هو اليوم اليوم السعيد ستأتي أختي اليوم اليوم هو اليوم اليوم السعيد ستأتي أختي وأنام في غرفة النوم في غرفة النوم أستيقظ وأنام أقرأ وألعب في غرفة المعيشة في غرفة المعيشة أقرأ وألعب هذا منزلي منزلي السعيد أعيش مع عائلتي في منزلي السعيد هذا منزلي منزلي السعيد أعيش مع عائلتي في منزلي السعيد أستحم وأغتسل في الحمام في الحمام أستحم وأغتسل
أحضر الطعام وأكله في المطبخ في المطبخ أحضر وأكل الطعام. هذا منزلي منزلي السعيد أعيش مع عائلتي في منزلي السعيد. هذا منزلي منزلي السعيد أعيش مع عائلتي في منزلي السعيد. هذا منزلي منزلي السعيد أعيش مع عائلتي في منزلي السعيد. أعيش مع منزلي منزلي السعيد أعيش مع عائلتي في منزلي السعيد. استيقظت باكرا عجزت أن أنام. تخيلت هذا اليوم في الأحلام. كل عائلتي ستأتي إلى بيتي سألعب طول اليوم مع أصدقائي. نرقص ونغني ونصفق ونقفز. نرقص ونغني ونصفق ونقفز. هيا أبدا لن نتوقف. يوم سعيد يوم سعيد سنحتفل كلنا بالتأكيد. يوم المفضل ها قد أتى. اليوم السعيد ها قد أطل. وقت جميل للعائلات. نرقص ونغني ونصفق ونقفز. نرقص ونغني ونصفق ونقفز. هيا أبدا لن نتوقف. يوم سعيد يوم سعيد سنحتفل كلنا بالتأكيد. أنا ومشمش زرنا جدي في العيد. أعطاني كعكة كان أنا سعيد. بدأت يومي بكعكة هلي بالمزيد رجاء. أنا ومشمش زرنا خالتي في العيد. أعطتني كعكة كم أنا سعيد. كم قطعة كعك أكلنا. واحد زائد واحد اثنان. هيا نجمع عددها. نجمع عدد كعكات العيد. هيا نجمع عددها. نجمع عدد كعكات العيد. أنا ومشمش زرنا عمي في العيد. أعطاني كعكة كم أنا سعيد. كم قطعة كعك أكل. اثنان زائد واحد ثلاثة. أنا ومشمش زرنا صديقي في العيد. أعطاني كعكة كم أنا سعيد. كم قطعة كعك أكل. ثلاثة زائد واحد أربعة. كم أنا سعيد. كم قطعة كعك أكلنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. في الصباح ماذا يقال؟
مساء الخير. نرحب بمرحبا، نودع إلى اللقاء. نرحب بمرحبا، نودع إلى اللقاء. في اللقاء في الصباح ماذا يقال؟ صباح الخير. في اللقاء في المساء ماذا يقال؟ مساء الخير. نرحب بمرحبا، نودع إلى اللقاء. نرحب بمرحبا، نودع إلى اللقاء. صباح الخير، مساء الخير، مرحبا. قد حان الوقت، ها قد انتهى اليوم وقصة هذا اليوم، لكنها البداية لمغامرات بلا نهاية. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا أصدقائي، إلى اللقاء. مرحبا، مرحبا يا أصدقائي، اتبعوا 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 حركاتي، انهضوا صفقوا استديروا جميعا، لنرحب نرحب بجميع الأصدقاء. مرحبا مرحبا، مشمش مرحبا، 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 مرحبا. صديقك لم يقصد أن يؤذيك، سامح صديقك لم يقصد أن يؤذيك. من الذي يقرع الباب؟ إنها صديقتي سارة. آدم أنا آسفة، صديقك لم يقصد أن يؤذيك، سامح صديقك لم يقصد أن يؤذيك. سامح صديقك لم يقصد أن يؤذيك، سامح صديقك لم يقصد أن يؤذيك. من الذي يقرع الباب؟
يقصد أن يؤذيك. أنا آدم، هي سارة، هو شادي، هي لارا، كلنا أنا أرقص، هي ترسم، هو يعزف، هي تكتب، كلنا متميزون. مهما كان أحب أصدقائي، تجمعنا اختلافاتنا. مهما كان أحب أصدقائي، تميزنا قصيرة، هو عريضة، هي نحيلة، كلنا مختلفون. أنا مبدع، هي قوية، هو شجاع، هي سريعة، كلنا متميزون. Come on.